جه قارون وقال له يا موسى ما جزاء من اجتمع مع امرأة محرمة عليه وأتى أمرا منكرا؟ قال موسى جزاؤه أن يرجم بالحجارة حتى يموت. قال قارون حتى ولو كنت أنت؟ قال ولو كنت أنا. قال قارون وقد ظهرت على وجهي نشوة النصر والظفر أو النجاح، أن القوم يرجفون بأنك أو أن القوم يرجفون أو يقولون بأنك قد أتيت أمرا مع امرأة يعرفونها، فماذا تقول؟ قال موسى أين هذه المرأة؟ فأبرز القوم اللي هم مع قارون اللي جايين في الموكب معاه امرأة من بينهم، وهي معروفة امرأة ساقطة من النسوة الساقطات اللي هم بتوع الهوى والليل، وهم يقولون هاهي يعني هذه هي المرأة يا موسى. عرف موسى أن في الأمر تدبرا وشم ريحة المكيدة والخيانة، فرفع إيديه إلى ربه الذي وعده ألا يخذله ليبتهل إليه قائلا ربي اهدي قلب هذه المرأة، اهدي قلب هذه المرأة إلى إيه؟ إلى الإيمان، وأنطق لسانها بالحق لي أو علي، يعني تقول الحقيقة سواء كانت لي أو علي. فشعرت المرأة برجفة تكتنفها من رأسها إلى قدمها، وأحست بقلبها يتفتح للإيمان والهدى ولسانها ينطق بالحق، فقالت إن موسى بريء مما نسب إليه، إنه لم يأتي منكرا، وإنما الذي لقنني أن آتي إلى هنا لأفتري عليه هو قارون هذا وأتباعه، وأعطوني نظير ذلك من المال والجواهر ما تجدونه بمنزلي. وصفت الحاجات اللي أخذتها وكميتها الموجودة في عندها في المنزل. وهكذا ظهر الحق على الملأ من بني إسرائيل، وسقط الباطل أمام أعينهم، فأقبلوا على موسى يهنئونه وهم فرحون، في حين راحت عيونهم تشيع قارون بسخط وغضب وهو ينصرف مع أتباعه، وهم يودون لو تنشق الأرض فتبتلعهم نظرا لخجلهم والموقف المخزي اللي وقعوا فيه. دعا موسى رب قائلا ربي اخسف الأرض بهم وبأموالهم، بعد ما خرجوا من المكان أو رجعوا من المكان الخلاء أو المكان اللي بره المدينة وراجعين جوه البلد بالموكب بتاعهم، فدعا موسى ربه قال يا رب اخسف الأرض بهم وبأموالهم عشان يكونوا آية وعبرة. وأصبح القوم فإذا بدار قارون قد خسفت بها الأرض، لقوا قصر قارون مش موجود ولا في ناس ولا متاع ولا أموال، فاتخسفت الأرض بالقصر بكله بحرسه بقارون بأمواله بكله، أصبحوا تحت الخرط تحت الأرض، فهنا خسفت. والخسف هو اللي يدخل باطن الأرض، أما الخسف بالهمزة اللي هو يتغير أو يتسخط في الشكل، يعني الخسف يعني يتسخط في الشكل يعني يتغير شكله لحاجة تانية، أما الخسف إن هو إيه يدخل باطن الأرض فإيه أو يدخل تحت الأرض. فأصبح إن هم النفر العدد القليل اللي تمنوا مكان قارون بالأمس قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقد ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هم هنا بيقولوا وأصبح الذين تمنوا مكان قارون بالأمس بيقولوا ده ربنا خسف قارون بالرزق اللي هو فيه وقادر هو على كل شيء، ولو احنا كنا معاه لاتخسف بينا، الحمد لله ان احنا ما ضعناش معاهم في الخسف.
فهو الفكرة إن ربنا بيأكد إن قارون في الآيات بتاعت سورة النمل إن قارون من بني إسرائيل، وإنه طغى وبغى وتكبر وتجبر واستبد وظلم، ومنحه مال كتير وخزائن كتير، والخزائن ليها مفاتيح، ولو جمعت المفاتيح عاوزة يعني جماعة من الرجال الأقوياء الأشداء على حملها. وكان مال قارون ده بيخليه إيه يتبطر ويتكبر وإيه ويفكر إن هو يعرض إن هدي معلك هدي زي ما بيقول المثل. فنصحوه جماعة من العقلاء من قومه ونهوه على إيه على الغرور والبطر، وأكدوا إن الله لا يحب هذا النوع من الناس، وأن البطر صفة يبغضها الله. طلبوا إليه كذلك أن يعرف فضل الله عليه ويذكروه بأنه يعمل الخير وأنه يعاون الفقراء ويتمتع بالحياة زي الباقي، وحرام أنه إيه يكون كل الموضوع اللي هو جمع الأموال والغلق عليها. وليس التمتع بالطغيان وظلم الناس والتكبر وأخذ أموال الناس والبطش بهم، وإنما يكون بأن يلبس المباح ويأكل الحلال ويتمتع في الدنيا، وأن يرى الإنسان من حوله في سعة وخير، ويمد إيده للضعيف والمحتاج، ويعدل بين إيه بين الناس اللي هم متولي أمرهم إن كانوا خدم ولا حاجة، ويفعل غير ذلك في أعمال الخير. والعاقل هو من يجد ذلك، لأنه سيجد راحة في نفسه حتى يطمئن قلبه ويعترف بفضل ربنا، ويقابل الإحسان بالإحسان بعيدا عن الشر. لكنه قارون لم يوافق. نصح عقلاء بني إسرائيل قارون بها موافق نصح عقلاء بني إسرائيل قارون بهذا، فلم يعجبه ولم يأخذ بالنصيحة. وصار قارون يقول لهم ده الفلوس اللي هي موجودة والأموال اللي هي موجودة ده عرق جبيني، وده أنا اللي تعبت وأنا اللي فكرت وأنا اللي عملت، ورجع كل الفضل ليه هو ونسي فضل ربنا عليه. ده إيه؟ وفي ناس كتير أمثال قارون تفكروا كل حاجة يقول لك ده لا ده حقي ده عرقي ده معرفش ايه ده جهدي، ولكن هو لن ما بيرجعش الحاجة ان دي جاء ان ربنا وفقه في كذا، هو ربنا اللي اكرمه وربنا اللي رزقه. المهم الرد اللي عمله قارون لما عد موكبه وعمل وجاب الخيول والخدم حسم وطلع وطبل ومزمار ورقص ولعب وغير ذلك في الايه في الموكب بتاعه، واظهر كل الثراء اللي عنده، كل ده عشان ايه يغيظ موسى واعوان موسى. اصر قارون على مخالفة موسى، وصار يدبر له المكايد وليستمر في ظلم بني إسرائيل، فعجل الله بإهلاكه وإبادة ماله وإتلافه، وهدم داره وتخريبها، طبعا اتخسفت تحت الأرض، فلم يستطع أحد أن يدافع عنه، فلا نفع مال ولا نفع حرس ولا نفع جند ولا نفع حاجة. ودي مش بعيد عن ربنا، وإحنا حاليا بنلاقي الزلازل والبراكين والكورونا، وما الكورونا دي كلها جنود ربنا، ودي الجنود اللي ما تقدرش مهما كان ايه يعرفها ايه البني آدم او يقدر يقاومها الا ايه يعني الزلازل والبراكين، ما يقدرش مهما يعمل برضه هيحصل زلازل وبراكين ما يقدرش يمنعها. الا النهارده هيوقفوا الكورونا بعد فترة ويجيبوا لها علاج هتطلع كورونا غيرها وهكذا. فايه ليه؟ لان دي جنود ربنا عشان ايه تذكرنا بيه، وتكون احيانا عقاب للفظ قاله حد، زي ما بتاع الصين لما قال ما فيش حد يقدر في العالم كله يوقف اقتصاد الصين، ده قالها في اول 10 وما كملش شهر واحد او 3 شهور وبدأت الكورونا تظهر عنده وفي العاصمة الاقتصادية بتاعت ايه بلده. خلاص.
لا، ربنا لما قال القصة بتاعت قارون على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما جرى لأخيه موسى وما جرى لموسى وأخيه هارون، هارون، لبين له إن الجنة في الآخرة جعلها للناس المتواضعين اللي بتكبروش ولا يتجبرون ولا يعتدون ولا يظلمون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل من يتقي الله بقلبه ولسانه في عمله وفي صلته بالناس له العاقبة الطيبة التي تؤدي إلى الجنة. ولازم قلبه ولسانه، مش يكون لسان بس وقلب بغيض، لا طبعا، لازم الاتنين مع بعض، يعني العمل والقول. ولذلك في آخر الآيات، في الآية 2، احنا قلنا آخر قصة قارون 82، في الآية 83 و84 قال سبحانه وتعالى إن كل من يعمل خيرا ربنا بيثيبه عليه أو بيديله إيه خيرا منه، ويصل الثواب على الحسنة إلى أكثر من إيه من 700 ضعف، والحسنات تأكل السيئات وتجلب الخيرات وتدخل الجنة. وكل من يعمل سيئة فعقابه بسيئة على قد الايه، بسيئة واحدة اللي هي ارتكبها، وهذا فضل من الله عظيم. يعني ما عملش السيئة ب700 سيئة، ده عمل الحسنة ب700 حسنة أو أكثر، وعمل السيئة بسيئة واحدة. وإلى هنا ننتهي من قصة قارون اللي هو أغنى أغنياء بني إسرائيل في التاريخ أيام ما كانوا في مصر الفرعونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، وشكرا.